يعطيكم العافية. اجتمعت اليوم هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، ودرسنا مشروع لجدول أعمال الهيئة العامة اللي بدها تنعقد هيدا الأسبوع، وتم دراسة عدد المشاريع القوانين، وتم الاتفاق على إدراج جميع المشاريع والاقتراحات القوانين المنجزة من اللجان النيابية، وبالتالي إضافة لها بيكون في عدد من القوانين اللي هي بتكون قوانين معجلة مكررة، وهيدي بيكون عددها لحد هلأ أكثر من 105 قوانين معجلة مكررة، ولكن مش هيئة مكتب مجلس النواب اللي بتقر بالقوانين المعجلة المكررة. هيدي القوانين في منها بتشبه بعضها، في منها يمكن بتندمج مع بعضها البعض. لما يطلع الجدول النهائي بتصير في اختيار من القوانين المعجلة المكررة اللي بتنضم لل 16 قانون اللي هن اقتراح مشاريع واقتراحات قوانين منجزة من اللجان. ويعطيكم العافية. خلينا نبلش بالدور. اوكي، على جدول اعمال الجلسه كم قانون في انتم وضعتوه؟ مشاريع القوانين واقتراحات القوانين مبدئيا 16، مبدئيا 16 قانون، في اثنين بعد هلا عم نشوف اذا جاهزين يكونوا بالجدول ولا لا. قبل بمره داعي الرئيس بري لجلسه بخمس بنود فقط، هل هو اليوم يوسع جدول الاعمال لحتى يكون يعني في نقزه عند القوات اللبنانيه وعند الافرقاء الاخرين ما يكونوا عم يستدرجوا على هيك جلسه، واخر شيء ما يتم التمديد لقائد الجيش؟ اول شيء انا خليني اقول انه انتهى اللي كنت عم بحكيه رسميا باسم هيئه مكتب المجلس، انه اي جواب بدي اعطيك اياه اليوم ما بحمل لا مجلس لا هيئه المجلس ولا المجلس النيابي مسؤوليه الكلام اللي بدي احكيه. هلا اللي بدي احكيه انا بتحمل مسؤوليته. انا ما بعتقد بالمجلس النيابي حدا بده يستدرج حدا. الجلسات التشريعيه لما تكون في لها حاجه وبتعطي اي حل لموضوع المواطن بالدرجة الأولى، إن كان شؤون اجتماعية وتربوية لازم دايما تكون أولوية، وما حدا يكون محرج أنه جاي يقرها ويشرعها. أما بموضوع اللي له علاقة بالإحراج كرمال التمديد، كمان شخصيا هلأ أنا عم بحكي باسمي الشخصي، أنا ما بتمنى أنه المجلس النيابي اللي عاجز أنه يجتمع بشكل دوري ويشرع بأمور إلى علاقة بالتربية وإلى علاقة بالصحة يكون قادر يجتمع بس ليمدد لشخص أو لشخصين أو لأكثر، ومش قادر يجتمع لينتخب رئيس للجمهورية. بالتالي مش هيدا هو العمل اللي نحن بنعول عليه. بكل الأحوال قلت لك هيدا رأيي الشخصي، ما في إحراج لحدا، في جدول أعمال منجز من قبل اللجان، هيدا جدول الأعمال موجود فينا بكرة بالجلسة اللي متفقين عليه يقر، وإذا في أكترية من النواب مش متفقين بأي قانون ما بينقر بكل بساطة. أما بموضوع السؤال كان موضوع شو عندك تاني؟ بمعنى أنه قبل بمرة كان جدول قبل بمرة لأنه ليش صار مطاط أكثر؟ مش صار مطاط، في مشاريع أنجزت من بعد آخر جلسة، يعني مثلا ضمان الشيخوخة ما كان جاهز، ما كان بعد محال إلى اللجان وهلم جر. خلص. بما يخص بالتمديد لقائد الجيش، هناك أكثر من مشروع قانون أو اقتراح قانون من النواب، من ضمنهم فقط تمديد لقائد الجيش قانون القوات والتمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنية. شوفي نحن أي يعني شو الاتجاه؟ ونحن بنعرف إنه بالسياسة لازم يتم الاتفاق لحتى تروحوا على مجلس. نحن بعدنا عم نقول قد يكون هناك حل بالحكومة. هيدا السؤال ماشي، وهيدا لحظة. قد يكون هناك حل بالحكومة، وإذا ما صار هيدا الحل بالحكومة اضطرينا نناقش هيك قانون بالحالتين، إن كان بالحكومة أو بالمجلس النيابي اللي لازم ينعمل بده ينعمل، ونكون أخدين بعين الاعتبار الطعون اللي ممكن تصير بهيك قوانين، بهيك قرار بمجلس وزراء أو بقانون بالمجلس النيابي. في ابشع منا طبعا، لا ترفعيه على شورى على مجلس دستوري،
تبعتيه على المجلس الدستوري. يعني لأعطيك مثل أيمتى مجلس دستوري بيطعن بهيك مشروع بقانون؟ إذا رحت أنت عملت شيء على قياس شخص واحد ومكان للعام، بتصير أسهل الطعن فيه ولو كان طالع بقانون من المجلس الدستوري. بالتالي اللي عم أقوله أنا، الحل بعده ما زال متاح أن الحكومة تقدر تعمل شيء وتعمل شيء قانوني، لأنه ناقشنا كل الظروف، لأنه كان الرئيس ميقاتي قايل أنه ما بده يروح على ما بقدر يحكي باسم الرئيس ميقاتي. ما بقدر احكي باسم الرئيس ميقاتي يا جويس. جويس جويس، فينا نعطي الدوار لحدا تاني. الذي يؤخر الحكومة من الدعوة لجلسة للتمديد لقائد الجيش طالما أن الجميع متفقين على هذا؟ أنا بسمح لحالي أقول أنه سمعت من الرئيس بري أنه جهد بعده عم ينعمل ليتلاقى أفضل حل. دكتور الرئيس، بس عندي سؤال. ما بعرف شو هو، بس افضل حل. يتعلق بمؤشر المكرر، بس عفوا الجلسه اولا موعدها تحدد حسين؟ هلا بيطلع بيان الامان العام. نعم تحدد، هيدا الاسبوع رح بيكون في جلسه الامان العام هي اللي بتطلع. سؤال ثاني هو يعني والجلسه يعني اللي نحن رح بنكون اللي فهمناه من دولة الرئيس بري أنه هو مفضى الأجندة تبعه لحتى قد ما بياخد نقاش هيدا الجدول الأعمال هو مستعد يكون حاضر. حتى لو أنتوا على قلب المجلس النواب مش محسوم التمديد، هذا الخلاصة. في أول شيء ولا قانون من القوانين اللي بين إيدينا من هلأ حدا بيقدر يقول لك شو بدها تكون نتيجته بالهيئة العامة، ما حدا بيقدر يحسب. ماذا عن الحضور؟ شو عرفتوا عن الحضور؟ مين أكد لكم أنه راح يحضر الجلسة؟ وهل إذا فقط فاتوا كرمال اقتراح التمديد وظهروا بيكون هيدا الشيء المطلوب يعني؟ لا أنا 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 أول شيء وصل سؤالك. أول شيء أنا ما بعرف مين اللي بده يحضر ومين ما بده يحضر وما حدا بلغنا، ولكن كمان سمعنا من الرئيس بري صار في نقاش بينه مع كتلة القوات اللبنانية وقت اللي كان هون بما يتعلق حضور بس الدخول على بند واحد أو كله. أنا ما بدي أحكي هذا الموضوع، الرئيس بري هذا الكلام صار معه هو بيقدر يوضحه، بس هذا الموضوع تم مناقشته. كانوا نواب القوات هون أعلنوا أنه الرئيس بري وعدهم بأنه يحط لهم بند المعجل المكرر تبعهم، أول بند بعد مشاريع القوانين الأخرى بالمعجل المكرر. بالمعجل مكرر، هيدا مش دور هيئة مكتب المجلس. بالتالي نعم دولة الرئيس ممكن مع الإدارة بالمعجل مكرر بيقدروا يحطوا الأولويات حسب اللي بلاقوه مناسب، ولكن على المجلس النيابي أنه الهيئة العامة تبت بجميع القوانين اللي اسمها معجل مكرر. هيدا جاي بالنظام الداخلي. هلا بدنا نلاقي طريقة، لأنه في كتير منهم متشابهين مع بعضهم البعض، ومنه سهل موضوع نروح نحن لنمدد إن كان لقائد جيش أو لقائد جيش ومدير عام قوى أمن الداخلي أو مدير جيش أو المدراء العامين. بعدين في مدراء عامين بالقطاع بالشق المدني مش بس بالعسكري. طب أنت بدك تدرس شيء ما تكون عم تضرب فيه بقية الـ ضاع الخميس بين أنا من أم فوق لتحت بين وصلت الرسالة. ما فيك تكون أنت عم تدمج، يعني بدك تدمج كل القوانين مع بعض البعض حتى ما ينطعن فيها بكل سهولة. بالتالي مش كتير سهل اللي عم نعمله، مشان هيك الجهد بعده عم ينعمل وبعد في مجال يصير في شغل بالحكومة. ولو نحن كنا فتنا وعم نشرع وبلشنا بالتشريع مش معناتها استسلمنا أنه الحكومة ما قادرة تلاقي حل. هل في اتفاق بين الرئيس بري وحزب الله على أخذ المواضيع على الحكومة كي لا تتحول الجلسة إلى استفتاء رئاسي لقائد الجيش؟ ما بعرف وما عندي جواب، ما بدي أتكهر. آخر سؤال بما يتعلق حتى يكون القانون أكثر شمولا، يعني إذا أنتم استنفذتوا الحلول من الحكومة واستنفذتوا الاتصالات، مش رح تكون جلسة فقط للتمديد لقائد الجيش على قياس شخص واحد مثل ما حضرتك عم تقول، رح تكون تمديد لكل القادة الأمنيين؟ شو رح بيصير ملك النواب بالهيئة العامة؟ مش ملكي أنا ولا نحن فينا نقرر من هلأ. ليالي يحضر؟ ما بعرف، يعطيكم العافية.